هنروح لجريدة الأخبار، واللي أكدت إن في روبوت بنها للألغام ده الأول عالميا، واللي فاز فيه فريق جامعة بنها بالمركز الأول عالميا. ودي صورة للفريق اللي فاز في هندسة بنها، فازت بالمركز الأول على مستوى العالم، وده في مسابقة أقيمت اليومين الماضيين في مدينة كوالالمبور بماليزيا. أعضاء الفريق المكون من 8 طلاب قالوا إنه تم التجهيز والإعداد للروبوت بجامعة بنها في مدة لا تزيد عن أسبوعين، وقالوا إن ابتكارهم ده بيقوم بالكشف طبعا عن الألغام المدفونة تحت الأرض سواء كانت الأرض رملية أو طينية.